أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. ننطبق على أقاليمنا الجنوبية التي تعتبر شلة وصل بين المغرب وإفريقيا على الصعيد الجغرافي والإنساني والاقتصادي. شعبي العزيز، لقد ظل المغرب واضحا في مواقفه بخصوص غربية الصحراء، ومؤمن بعدالة قضيته ومشروعية حقوقه، وسيواصل العمل بصدق وحسنية طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي وتوافقي، وهو الحل الذي تجسده مبادرة الحكم الذاتي نظرا لجديتها ومصداقيتها وصواب توجهاتها، لأن السبيل الوحيد للتسوية في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة. وقد تعزز هذا التوجه بزيادة عدد الدول التي لا تعرف بالكيان الوهمي والذي يفوق حاليا 163 دولة، كما تؤكده أيضا الشراكات والاتفاقيات التي تجمع المغرب بالقوى الكبرى وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تشمل على جهات المملكة بما فيها الأقاليم الصحراوية. شعبي العزيز، لقد مكنت الوسيلة الخضراء من استرجاع المغرب لأقاليمها الجنوبية، ومنذ ذلك الوقت تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال وعند أغادير الوسط الحقيقي للبلاد. فالمسافة بين أغادير وطنجة هي تقريبا نفس المسافة التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية.